السلام عليكم متابعي قناة شوف تي في. في هذا المباشر لمدينة سلا غندير واحد الجولة ساعة قبل الإفطار ونشوفوا الأجواء كيفاش دايرة. تابعونا. مرحبا مرحبا تا شكرا مرحبا مرحبتكم السلام عليكم. السلام متابعي قناة شوف تي في. في هذا من مدينة سلا شوفوا الأجواء يعني كيفاش دايرة. هذا هو سوق الصالحين اللي تم الإنجاز ديالو. كما كتشوفوا الأجواء يعني ساعات قبل الفطور يعني غا واحد تقريبا شحال بقات نص ساعة إن شاء الله. بالصحة وفطوركم. نتمنى من الله عز وجل باش يرفع علينا هاد الوباء وهاد البلاء يعني وترجع القضية كما كانت ونرجعو الأجواء عادية. شحال من واحد دابا توحش الحباب، شحال من واحد توحش الصحاب. انتي شحال من واحد تيبغي دابا يمشي يفطر عند عائلتو عند خالو عند عمو عند خشو، ولكن الأقرب شاءت يعني يلقى في بير صح. اللهم آمين. لكن توجدوا في السلف كما قلنا انت باغي يحاول يفطر مع عائلته
حمقت يعني تشوف حد الاحد ديالو واصحاب غير ما كتشوفوا يا ربي كل شيء ولا الخير صافي. انا كندير واحد الجوله يعني كندير واحد الجوله استطلاعيه كنشوفوا الاجواء كيفاش دايره يعني واحد الساعه قبل الفطار كندير واحد الجوله كنشوفوا هو حاجة ضد الضوء خاصة الإنسان يحترم الضوء عاوتاني شكرا العربي كيشوف انت ما كنتش تكون كونيكس ضعيف اخي العربي واخا الله يحفظك خويا العربي شكرا شكرا جزيلا مبروك عواشرك رمضان كريم خويا العربي خويا العربي رمضان كريم مبروك عواشرك الله يرفع علينا البلاء والله يحفظك ويحفظ جميع المسلمين شكرا لك العرب الله يحفظك خويا العرب وصورنا الا كانت شي حاجه نجاوبك عليها ماشي الله يرحم مرحبا ندير واحد الدردشه يعني الحين بيعت شنو قال لي بيعت تحب السلام اخويا فبقاوي ودي انت شكرا مهدي بغيتينا نمشيو لحين بيات غنشوف لا كونيكسيون مزيانة غير نشوف على حساب راك عارف راك عارف فين دابا تضغط عليها كلشي مكونكتي كلشي يعني بطبيعة الحال غتكون ضعيف خويا عربي غير الجولة خويا أمير معك جواد خويا أمير معك جواد مرحبا مرحبا متابعي قناة شو تي في في المباشر مرحبا بكم اللي كتابعونا شكرا لكم جزيلا وكنتمنى رمضان كريم وكنتمنى يهديكم الله جميع المسلمين فعلنا الوباء وصارت المسلمين كان اجمعين في العالم كانت جمع الله سبحانه وتعالى يرفع علينا وشي اخوه كان شي مؤسف كنشوفو يعني رمضان بلا تراويح يعني نسولكم رمضان كي جاكم بلا تراويح يعني واحد خويا لا اخوان يعني كيفاش جاكم رمضان يعني رمضان بلا تراويح بلا صلاه هذاك يعني يمكن لك تصلي في الضحيه ولكن داك الجو الرمضاني هذاك ني داك الانسان كيتعبد يعني في هذاك الليل يعني كي جاكم رمضان كي يعني رمضان كي جاكم ناخذ غير الاراء ديالكم تابعنا شوفوا في فيني رمضان كيجاكم هذا العام بص
خويا جواد، فين قلتي شال النصر؟ بعد نمشي دورة تماك ونشوف زعما شنو كاين تما، ما عرفتش. مرحبا اخي. اخوان حنا كنهضروا دابا كنهضروا على يعني الجو الرمضاني، ما نهضروش على صلاة التراويح، لان هذا العام تحرمنا من صلاة التراويح. يعني ماشي بيدينا، ولكن هذه مشيئة الله سبحانه وتعالى، يعني هذا القضاء وقضاء يعني الله سبحانه وتعالى المشيئة ديالو من قبلين. طبيعة الخوي العربي ماشي سعيد، ولكن هو رمضان، ولكن الناس كتبغي تصلي، كتبغي يعني تتلاقى مع العائلة مع الصحاب، يمشيو المساجد. يعني كاين تبارك الله عندنا يعني في المغرب عندنا مقرئين يعني تبارك الله عليهم، يعني اروع الاصوات عندنا مقرئين يعني في كافه. ملي كتطلعوا نتوما دابا، طلعوا دابا غير الحي مبيعات تبارك الله، راه كتلقى مقرئين عندنا بزاف. كاع عكس العام ماشيين في المقرئين مزيانين، الناس توحشوا ذوك الاصوات، تستجيب اصوات كتدخل القلب مع الناس. ولكن مع كامل الاسف يعني مشيئة الله، يعني كن فيكون، الله سبحانه وتعالى هو اللي الحمية عليا. الجو تبارك الله يكره، الجو رائع، ولكن رغم ذلك حنا الانسان بغا يصلي التراويح، بغا يخرج يشوف الحباب يشوف صحاب يعني، ولكن المشيئة ديال الله. وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى يرفع عندنا اكثر من الدعاء، اكثر من الدعاء، فهمتي، على النبي، على اكثر من الدعاء، وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم محمد، يعني صلوا عليه ان شاء الله. الله سبحانه وتعالى غادي يرفع هذا الوباء. راه كانوا اوبئه قبال من داكشي، منذ زمان كانوا جدريها، كانوا بزاف ديال الاوبئه، ولكن مشى مع الوقت. واخي خويا العربي اسمح لي، تاعت كورونا خويا جواد مدينة، طبيعة الحال مدينة نقية. وصلنا الصوت يعني خير العربي، الصوت ما كاينش، باش نشوفو كونيكسيون تكون عندكم، حيت انا كونيكسيون انا بغيت نسمع مزيان. تبارك الله عليكم اخواني اخواتي متابعي قناة شوف تي في، فهد المباشر من مدينة تالا. يعني حنا درنا واحد الجولة باش نشوفوا الاجواء كيفاش دايرة. تبارك الله عليكم، وشهية طيبة، ورمضان مبارك سعيد، وبصحة فطوركم.